ازيكم؟ معكم سارة سيد. فيديو النهارده بتكلم عن مستويات ايكيا. من فترة قليلة جدا كده شفت يوتيوبر انا بحبها جدا، اليوتيوب كانت عاملة فكرة ان هي اشتريت حاجات من ايكيا اقل من فئة 100 جنيه، فحبيت انا كمان اوريكم حاجتي اللي هي كانت اقل من 100 جنيه، وفي حاجات اقل من 50 جنيه، في حاجات اقل من 20 جنيه كمان. فيلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. قبل ما ابدا الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا اوريكم اول حاجه معايا دلوقتي. انا معايا المنظم ده، انا اشتريته من ايكيا، عملي جدا، بيتعلق على الارفف، وكمان في اللي هما الدوريتين دول ممكن تحطي فيهم، تركبي فيه واحد تاني، يعني ممكن تركبي كذا واحد على بعضه. انا حاطه فيه البقسماط دلوقتي، انا مستخدماه كعياش، ممكن تحطي فيه الثوم والبصل اي حاجه. بعد كده معايا الاستاند ده، حلو قوي برضو، كنت شاريه من ايكيا. ده في الخصومات كان بيبقى ب90 جنيه، وانا بستخدمه لكذا حاجه. انا استخدمته الاستعمال ده عشان حسيت ان ده عملي معايا، ممكن تحطي بقى عليه حلل او صواني، اي حاجه في الاوضه، يعني حاجات كتير، او ممكن تثبتيه على الرخامه زي ما انا وريت لكم في الصوره. هتيجي تقولي لي طب انت علقتي الحاجات دي منين؟ انا شاريه برضو من ايكيا، كان ب65 جنيه، والخامه بتاعته حلوه جدا وحلوه قوي. الستاند اللي انا معلقاه الحته ده مش ايكيا بس، في منه في نفس الفكره بالظبط في ايكيا، في منه الاسود والابيض، وفي اشكال كتيره. الاسعار بتبدا من 50 جنيه، وكمان اللي انا حاطه فيه المعالق ده برضو بيتباع شبهه قوي نفس الفكره ب15 جنيه، لون ابيض واسود زي ما قلت لكم. ده بقى حلو قوي، ده اصلا بتاع زرع، بيتحط فيها زرع، بس انا بستخدمها بحط فيها اي حاجه، انتوا باين اللي انا حاطه فيها اي حاجه، بحبها جدا بس ما تتعرضش للميه. نيجي بقى على الفازه دي. الفازه دي اللي عجبني فيها قوي ان هي حجمها حلو، وكمان ازازها متين، يعني ازازها مش ضعيف، بس طبعا لو وقعت على الارض هتتكسر، يعني عشان هي ازاز، مش عايزين نفكر كتير في الحاجات دي. المهم ان انت بتخلي بالك منها، بس هي يعني كويسه ومحترمه، وممكن تحطي فيها ورد او تستخدمها في المطبخ. هنطلع بقى بره، هنطلع بقى بره المطبخ. دي برضو بتاعت زرع، بس انا حاطه فيها بخور، وعامله وحاطه فيها كده ازازه، انا عاملاها وحاطه فيها ورد، بس مش مهم تشوفوها. بعد كده بقى عندكم الزرعه المشهوره دي، طبعا عند الناس كلها. دي برضو حلوه قوي، اللي عجبني فيها ان هي حجمها مش صغير، وكمان ان هي شكلها زي الطبيعي قوي، فحلوه يعني، مش يعني شكلها زي الطبيعي قوي، فهي بالنسبه سعرها حلو. وفي منها يعني ارخص ب10 جنيه عند الناس العاديه، بس اصلا بيبقى شكله وحش جدا. المهم دي بقى عجباني قوي، على فكره ده حجمها كبير، المفروض تتحط على فازه ازاز، بس انا ما حطيتش فازه ازاز عشان عارفه ان هي هتقع تتكسر، فحطيتها كده. دي بقى حاجات لسه مجربتهاش عندي. اول حاجه دي ممكن تتعلق على العلاقات اللي انا وريتها لكم في المطبخ، وتتحط فيها بقى ايه زرع، ممكن تحطي فيها اللي هي المعالق الخشب، اي حاجه طويله عشان هي عميقه جدا، وكان سعرها 25 جنيه، يعني هي رخيصة خالص وجميلة بصراحة وعميقة. بعد كده بقى جبت دي برضه انا جايباها للكوفي كورنر، لسه هعمل لكم الموضوع ده بس مش دلوقتي. حلوة قوي، وبصوا هي غالية شوية يعني مش رخيصة، بس يعني لونها، يعني انا ما لقيتش اللون ده بره خالص، وانا كنت محتاجة لون ابيض في اسود، مش محتاجة الوان. طبعا انتوا مشفتوش قبل كده ظهرها، فانا بوريكم ظهرها اهو. بعد كده بقى انا جبت منظم الاكياس ده، حلوة قوي، بس يعني انا لسه مجربتوش، بس في ناس كتيره بتشكر فيه. طبعا انا في دبل فيس بينه نفسه، وممكن يتعلق كمان بالمسامير، بس انا كده كده هعلقه بالدبل فيس، يعني ايه يا رب يبقى كويس معايا، لسه مجربتوش فمش هقدر اقول رايي قوي. وادعوا لي ان انا اعرف اركبه، علشان انا حاسه ان في لمسه غباء مني كده، مش عارفه اركبه اصلا، فادعوا لي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في اخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وفكروا قبل ما تشتروا الحاجة انتوا محتاجينها ولا لا الاول، وتابعوا الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.